مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من إين بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله كالعادة كده هيكون معانا فقرات حلوة. بس في البداية سلام على روح. يا نورة. ازيك يا روح؟ مساء الفل عليك. عامل إيه؟ كله تمام الحمد لله. كله حلو؟ الحمد لله. كله زي الفل. أنت كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. تمام. كله تمام. يا مساء الفل يا جماعة. النهاردة معانا يعني يوم إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. طبعًا كالعادة زي كل أسبوع هينورنا دكتور باهر السعيد في الساعة الثانية من إين بوكس، وطبعًا فقرة في الكبسولة. والنهاردة نتكلم معاه بقى عن فوائد العسل في العلاج إن شاء الله، وطبعاً فقرتنا المعتادة اليومية عيش صح. حلوة قوي. أما في أول ساعة من إين بوكس في آخر فقراتنا هيكون معانا مهندسة مصرية بتصمم حالياً ناطحة سحاب، هتكون موجودة في طنطا بتمزج ما بين ثلاث حضارات. هنعرف بقى تفاصيل منها كتير وعن مشروعها وكمان عن ناطحة السحاب اللي هي بتصممها دي دلوقتي. استنونا لحد آخر فقرة. حاجة عظيمة جداً. اما الفقره اللي جايه طبعا احنا بنحب نجيب الحاجات اللي كان عليها ايه شويه جدل كده، شويه مشاكل او مش مشاكل او انتشرت شويه على السوشيال ميديا في وقتها يعني، وهي برضو مع قرب الامتحانات. يعني اللي بيشوفيه دلوقتي اكيد فاهمين ان احنا خلاص المفروض في موعد ان شاء الله يعني الامتحانات الفتره اللي جايه بالنسبه للثانويه العامه او المراحل كلها وكمان الجامعيه. ايه اغرب سؤال جالكوا بقى في حياتكم، سواء كنت في ابتدائي في اعدادي في ثانوي في الجامعه ايا كان الموضوع ايه؟ هنتكلم معاكم عن اغرب الاسئله اللي ممكن جات لنا كلنا وبرده جات لبعض الناس في دول اخرى يعني. حلو قوي. يعني حاولوا كده تحضروا من دلوقتي او تقعدوا تفتكروا كده ايه يا ترى اغرب سؤال جالكم في الامتحانات، وكلمونا بقى الفقره اللي جايه قولوا لنا هو ايه. دلوقتي بقى حابين نتكلم معاكم عن شغل الهاند ميد، ويمكن احنا كل فتره بنحاول كده ان احنا يكون معانا حد بيعمل شغل يدوي او حرفه يدويه وبنسلط عليه الضوء. ويمكن كمان في الفتره الاخيره الشغل اليدوي ده بقى واخد يعني صدى اكبر، والناس بقى عندها اقبال اكتر على الحاجات اللي بتبقى معموله بالايد وبيبقى متعوب فيها ومبذول فيها مجهود. النهارده بقى معانا بنت هي ساره خميس. ساره خميس بتعمل شغل يدوي على الخشب، بتعمل تصميمات وديكورات جوه البيت ولكن من خلال الالواح الخشبيه دي. طبعا يعني شغل هاند ميد دايما مميز ودايما ليه رونقه وبيكون مختلف في كل اشياء، وكمان برضو الحاجات اليدويه بيكون سعرها دايما شويه مختلف عن الحاجات اللي هي على طول ليها اسطمبه معينه في المصنع او كتقطيع خشب او الكلام اللي احنا عارفينه المعتاد بالنسبه لاي شغل هاند ميد. يمكن المهندسه ساره خميس هي قررت ان هي يبقى ده مجال ومحور شغلها، ان هي يبقى عندها تصميم لكل بقى الحاجات الخشبيه اللي بتفيدنا في البيت او كمان في اماكن اخرى. بالزبط. يعني قد ايه ان الديكور برضو في حياتنا مهم جدا، وكلنا في اوقات كتيره جدا بنسال احنا ايه اللي ممكن يعني نضيفه عندنا في البيت يدينا لمسه ولمحه جماليه، ايه اللي في ايا كان يعني المكان اللي انت فيه، في مكتبك، في ايا كان، في شركتك، في اي مجال يعني ممكن يعمل لي حاجه مختلفه. اكيد طبعا ده كله وراه مجهود، وراه برضو افكار مختلفه، وراه التنسيق وشكل معين من الالوان، انك ازاي تعمل ده ويطلع في الاخر بشكل جمالي وحلو. بالظبط كده. ويمكن كمان الحلو في الموضوع ان احنا بنقدر بامكانيات بسيطه جدا نغير من شكل البيت خالص من غير ما نغير الوان حيطان او نغير العفش اللي موجود نفسه في البيت او نغير اي حاجه، ولكن بقطع بسيطه نقدر ان احنا نعمل ديكور حلو. طيب احنا عشان بقى نعرف اكتر عن ديكورات البيت وبالاخص الديكورات اللي معموله من الخشب، معانا دلوقتي على التليفون ساره خميس المتخصصه في شغل الهاند ميد على الاخشاب. يا ساره ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ منورانا، ربنا يخليك يا رب. طيب احكي لنا كده، انت في البدايه الاول بقالك قد ايه بتعملي شغل هاند ميد وبدا معاكي ازاي؟ انا بادئه يعني تقريبا بقالي سنتين المشروع بتاعي، ويا رب بقى السنين جايه كتير. يا رب ان شاء الله. يا رب. لا ساره شكلك مكسوفه. لا يعني لحظه واحده كده، ما تعرفيش كده بالتفاصيل. ازيك الاول؟ كله كويس؟ الحمد لله. تمام. طيب ساره قولنا الاول يعني انت مهندسه متهيألي؟ لا انا خريجه تربيه فنيه. تمام. وبعمل ماجستير. طيب كلمينا بقى الاول عن علاقتك بالفن ده، وبالاخص كمان عن تقطيع بقى الخشب ويتعمل منه حاجات لديكور البيت.
طيب انا هقول لك، بص هو الموضوع بدا معايا اصلا من زمان وانا صغيره، يعني كانت موهبه واتقنت بالتدريب يعني والحمد لله، بس كانت مقتصره اكتر مش بالهاند ميد، كانت بالرسم اكتر ومجال الفنون التشكيليه وكده. فمثلا وانا صغيره يعني 12 سنه كنت بمثل مصر في معارض دوليه، واخده اول على الجمهوريه اكتر من مره، ومثلا لحد قريب كنت اخر جوائز واخداها كانت في دار الاوبرا وتبع قطاع الفنون التشكيليه هناك. بس حصلت لي بقى نقطه محوريه كده غيرت لي الدنيا كلها معايا. ايه هي بقى؟ حصلت لي ازمه صحيه، جالي التهاب العصب الخامس. اول مره افتكرت ان انا ده هيبقى مره في العمر وخلاص، وبعد كده اكتشفت لا، ده اصبح مزمن عندي وبيجي لي يعني فترات منتظمة يعني طول الوقت، يعني لازم يبقى ليا روتين حياة كده مختلف عن باقي الناس كلها عشان أبقى عارفة أعيش حياتي يعني. أوكي. ساعتها لما حصل لي كده كان وضع صعب جدا، لأن نص يومي كان في نوبات الألم دي والنص التاني تحت تأثير الأدوية يعني. كانت حالتي النفسية متدمرة جدا، يعني كل حاجة وقفت، حتى شغلي وقف والمعارض وكل حاجة وقفت. فساعتها بابايا قعد معايا وطلب، يعني قال لي إن أنا قدامي طريقين، يا ان انا استسلم يا اما ان انا احول التعب دوت لحاجه اخرج منها. بس فساعتها بقى بدات ان انا اوثق حتى بالفيديوز وبالكتابه مراحل التعب بتاعتي، عدد ساعات الالم الكلام دوت. بس يعني كان في عزله يعني شبه اجتماعيه كده في الوقت ده، قعدت فيها اعاده حساباتي بقى من اول وجديد. فساعتها بقى قررت ان انا لا، ما دام انا مش هقدر اكمل في وظيفه ومش هقدر التزم بالمعارض اللي بسافر لها او اللي انا بشارك فيها، ان انا اعمل حاجه مشروع خاص بيا يبقى ماشي مع اوضاعي مع وقتي مع ظروفي الجديده دي. حلو، برافو عليك، انت حولتي المحنه او الشده اللي انت عديتي فيها لحاجه كويسه. بس ساعتها بقى طبعا فكرت طب خلاص هعمل لوحات. اول تفكير جالي يعني هعمل لوحات ارسمها وبعد كده هبيعها بقى للناس. في الاول بدات كده، بس لقيت في مشكله في التسويق يعني المجتمع اللي هو الناس اللي هتشتري لوحات دي هاند ميد وكده، يعني مجتمع مغلق شويه، ما عرفتش اوصل له كويس يعني. فقلت خلاص لا، مش هستسلم برضو وافكر في حاجه جديده. فكرت ان انا اعمل منتج نفعي بس بتكون بلمسه جماليه او يعني ليه صوره فنيه، بس نفس الوقت يبقى منتج نافع بحيث ان اي حد يقدر يشتريه مني. حلو. يقدر يستخدمه في بيته. يقدر يحطه في البيت بتاعه، مش شرط تبقى لوحه غاليه هاند ميد فنان كبير عاملها او كده يعني. حلو قوي، ودي كانت البدايه. الحمد شفت لله. اول ما قلت لها انت شكلك مكسوفه على طول انطلقت. ما شاء الله يعني. لا وبرده خلي بالك يا ساره، انت شغلك بيتكلم عليكي ما شاء الله يعني، او عنك بشكل كبير جدا، وكلها حاجات مميزه وحاجات شيك قوي. طيب كلمينا الحاجات الخشبيه او الشغل الجميل اللي احنا شايفينه معانا على الهوا ده اتعلمتيه ازاي؟ يعني هل ده مثلا في الاول تطلب منك تاخدي كورس معين، تشوفي حاجات على اليوتيوب عشان الناس برضو اللي حابب يعمل زيك ويقلدك ممكن يعمل ايه؟ ماشي هقول لك. بص انا الاول اخترت الخشب لان حسيت ان هو اكتر يعني ماده طبيعيه هقدر ان انا استفاد بيها واطوعها، يعني لان هو ماده قابله للتشكيل، غير كده برضو صلبه وفيها قوه تحمل، فهينفع ان انا انفذ منها اكتر من فكره يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه لما بقى خلاص انا هشتغل في الخشب، طيب هعمل ايه بقى؟ بدات طبعا اول حاجه ان انا اشوف فيديوهات على اليوتيوب، بس ما كانش الموضوع كافي قوي، فاضطريت ان انا بقى لا انزل بقى اشوف النجارين واقف معاهم، طب اعمل لي كده، طب اعملها قدامي، طب اقعد اسال، طب ده بيدهن ازاي، طب نوع الخشب ده ايه كده. يعني التجربه، يعني انا لو هنصح حد هقول له جربوا يا جماعه، يعني التجربه هي احسن حاجه ان الواحد يتعلم بيها يعني. صح. طيب سارة، لو اتكلمنا كده بشكل عام، ايه يعني ايه سبب انه قطعة الخشب او لو في ديكور معمول من الاخشاب في البيت بيكون ليه شكل مختلف ومميز عن اي قطعة تانية؟ لان اول حاجة ان هي زي ما قلت لكم هي قطعة يعني من الطبيعة، فسبحان الله يعني كل نوع خشب ليه شكل مختلف وليه قوة تحمل مختلفة، وتقدر تطوعه حتى لو مثلا نفس درجة الدهان، لو دهنتها على انواع خشب مختلفة هتطلع لك في كل خشب درجات مختلفة، درجات تانية مختلفة. فغير كده زي ما قلت لكم ان هي يعني قابلة للتشكيل، يعني ينفع تحفر عليها، ينفع تشكلها باكتر من الوان مختلفه يعني عليها، تكتبي عليها اكتر من لون، ماده سهله يعني. طب انت بتستخدمي بس اخشاب ولا برضو في بعض الخامات الاخرى اللي بتستخدميها بتعملي منها برضو اشكال مختلفه
لديكورات بقى البيت، للشركات، للكلام ده؟ لا بستخدم مواد تانية طبعا، بس انا يعني حابة ان انا يبقى ليه شخصيتي برضو يعني. فانا يعني انا انسان اصلا محبة للطبيعة عموما يعني، فانا حابة برضو يعني فاست بتحط اكريليك مثلا في وسط الشغل بتاعها؟ ممكن استخدم اكريليك مدام هيضيف للقطعة بتاعتي يعني. وبرضو بستخدم الخيوط مثلا مثلا في بعض القطع، زي لو فيها مثلا مكرميات، لو يعني وهكذا يعني. حلوة. بستخدم مواد من الطبيعة، ممكن اعمل لها ميكس مع بعض، بس اهم حاجة ان هي تضيف القطعة الفنية. تضيف لها. طيب سارة، الخشب ممكن احطه في اي حتة في البيت؟ او يعني لو اتكلمنا بشكل مفصل اكتر، انه ايه الحاجة المناسبة من الشغل الهاند ميد او الشغل اليدوي المناسبة لكل مكان في البيت؟ يعني الصالون احط فيه ايه، اوضه النوم احط فيها ايه، وهكذا. طيب انا من رأيي يعني ان يعني وانا من صعبة المدرسة اللي بتقول ان شخصية الناس مهمة ان هي تبان في اي مكان. صح مظبوط. احنا دلوقتي يعني العالم اصبح منفتح، بقت فيه انواع كتير قوي للديكور، والناس بقت منفتحه ان هي تعمل كده في بيوتها. فانا من وجهه نظري ان انا مثلا لو انا عايزه اختار قطعه فنيه احطها مثلا في الاوضه ديت، يبقى احط في دماغي بعض الاعتبارات. مثلا يعني اول حاجه انا بحب ايه، الحاجات اللي انا بحبها مثلا. ايه الحاجات اللي هتعبر عني، بحيث ان انا المكان دوت يبقى فيه حميميه وفيه دفء يعني. في الاخر ده بيتي، مش معرض او مثلا صاله هقابل فيها حد كده وخلاص. لا، لازم يبقى لما يجي لي حد، او لما انا حتى ادخل الاوضه دي هنام فيها اخر اليوم، تبقى حاسس بالراحه فيها يعني. صح جدا. مع اعتبار بقى حبيت بقى حاجات يعني، مثلا ممكن نقول ان المقاس اللي هيبقى مناسب، القطعه الفنيه دي مقاسها قد ايه، هل هتبقى مناسبه للحيطه بتاعتي والمقاسات اللي موجوده ولا لا. هل هي ستمنت بيس مثلا، يعني قطعه فيها ديتيلز كتير مثلا، او يعني قطع كده مركزيه هي دي اللي هتخطف العين في الاوضه، ولا لا اوريدي انا عندي مثلا لو اوضه نوم مثلا، لا انا عندي سرير فيه شغل كتير او كذا او كذا. فانا عايز قطع الديكور تكون تكميليه، بحيث ان هي تضيف للاوضه، ما تعملش دوشه يعني، ما يبقاش كل حاجه كده في الاوضه عامله دوشه او كده يعني. انا ملاحظ ساره، انت يعني في بعض الكلمات انت مختاراها يعني بشكل حلو قوي، سواء كانت باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. يعني شرفتونا مثلا، ويلكم، ريلاكس من شويه، وابتسم. هل دي كلها حاجات مطلوبه منك انت نفذتيها مثلا، ولا انت دي افكارك انت اللي حطيتيها وبناء عليه بقى بتبيعيها؟ في انا يعني شغلي بتاعي مقسوم نصين، في جزء منه بيبقى كاستمايز، بيبقى نتيجه عن طلب العميل مثلا بتاعي. فاحنا بنقعد مع بعض نشوف يعني. برضو انت لو بصيت كده يا احمد هتلاقي يعني قليل قوي لو لقيت قطعه شبه الثانيه. كل قطعه مختلفه عن الثانيه. ليه بنقعد مع بعض؟ بحب ان انا اشوف شخصيته عامله ازاي، ايه الحاجات اللي بيحبها، اساله اسئله. من خلال الاسئله ديت بعرف ان انا الشخص اللي قدامي ده بيحب ايه او بيفكر في ايه. فمثلا الحاجات الكاستمايز بتبقى غالبا يعني بتبقى باسامي الاشخاص ديت، هم عايزين يبقى حاجاتهم او صورهم او هكذا. يا اما بتبقى مثلا حكمه معينه ما بيحبوها، جمله بيحبوها، حاجه كانوا متعودين يقولوها لبعض بتفكرهم بحاجه تانية وهكذا. فببدا ان انا اعملها لهم في الشغل بتاعي. الجزء الثاني بقى بتبقى عباره عن تصميمات انا اوريدي عاملاها يعني، ببقى انا عامله الديزاين دوت وبعرضه للناس، ولو حد مهتم او عجبه جدا اعملي لي زيه بالمقاس اللي يناسبني، او لا ده مقاسه مناسب عندي فانا محتاجه وهشتري منك. حلوة قوي يعني يا ساره، نورتينا جدا، وان شاء الله بالتوفيق ليكي في كل الخطوات اللي جايه كده، ويفضل مشروعك مكمل على طول على طول على طول. نورتينا. شكرا جدا ليكي يا ساره. اكيد يعني الشغل اليدوي او الهاند ميد اكيد طبعا مفيش احلى منه ولا اجمل منه، ودايما الواحد بيحط فيه اللمسه الجماليه والابداعيه وهو مبسوط بيها. وانا شايف ساره كده بتعمل حاجه وهي بتحبها قوي. بالظبط. وبحس كمان انه الخشب بالذات من اكتر الحاجات اللي بترضي اذواق كتير جدا. بالزبط. فاهم حاجه زي ما كانت بتقول ساره كده، تبقى روحنا موجوده في الحاجه اللي احنا بنعملها، او موجوده كمان في البيت بتاعنا. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل بقى نخش على كده الامتحانات. يا ترى ايه اغرب سؤال جالكم في الامتحانات؟ كلمونا بقى الفقره اللي جايه. طيب بصوا يا جماعه، من وقت للتاني كده ايه يعني، لو حد سالك سؤال انت غصب عنك انت لو مش عارف اجابته فبتحاول تالف اجابه من الاخر كده يعني. احنا ما عندناش حاجه اسمها لا انا ما اعرفش حاجه،
حتى بناخدها في ابسط الحاجات في حياتنا. لو حد قال لك والنبي يا نوره الطريق ده يودي مش عارف فين، انت لو مش عارفه والله يعني ممكن تخشي يمين في شمال فهتوصل، زي فيلم بالظبط كده، ايه عسل اسود. احنا بقى بطبعنا دايما بنلاقي في بعض الاسئله الغريبه اللي ممكن نتسالها، ومش عيب انك تقول مش عارف، او مش عيب انك تقول طب ما فيش اجابه سؤال تاني غير ده. برضو ده بيحصل في بعض الامتحانات، ممكن بيجي لنا بعض الاسئله الغريبه في حياتنا كلها يعني، وعلى مدار السنين المختلفة بيجي لك سؤال كده في العربي، في الانجليزي، في الفرنساوي، ايا كانت اللغة ايه او ايا كان الامتحان ايه، انت نفسك بتحتار فيه، هو ايه الموضوع؟ هو ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ الحكاية؟ لا بص يعني، هو احنا يا جماعة هنتكلم معاكم الفقرة دي في جزئيتين، جزء فيما يخص الامتحانات زي ما كنا بنقول لكم كده، واغرب سؤال انتوا اتسالتوه، هنحاول كمان نقول لكم على بعض الاسئله كده الشهيره اللي عدت بدفعات سابقه. والجزء الثاني زي ما كان بيقول فاروق كده، ان احنا اوقات بنتسال اسئله صعبه مش شرط تكون في الامتحانات، ولكن في حياتنا العاديه ممكن السؤال الصعب ده يكون طريق مش عارفه، ممكن حاجه معلومه عامه انا مش عارفاها فاتحرك قدام الناس فابدا ان انا افتي، في ايا كان ايه السؤال الغريب او الصعب اللي انتوا اتسالتوه بتتصرفوا كمان فيه ازاي. حابه اسالك وحي. لا مش وحي، يعني وحي دي ده كان سؤال شهير في ثانويه عامه متهيألي، كان يقول جمع وحي. جمع وحي جمع وحي ايه؟ جمع وحي يا جماعه، حد فاكرها؟ طبعا يعني احنا ايه في لحظه كده كجمع يعني انت الناس كلها تقف عندها تعطل كده أو حياء بقى وحياء أيا كان، كل واحد يحط اللي هو عايزه، لكن هي في الآخر وحي. أنت ليه بتقول للناس ما كنا نسألهم تاني؟ والله ده تصدقنا وقعت في ما يمكن نسيوا يا أخي. طب بقول لكم يا جماعة نلعب لعبة حلوة، أنتوا كلمونا واحنا نسألكم. أوكي ماشي. وأنت يا أسرة قول لنا برضه أسئلة كده خليك معانا في ودننا عشان في نختبر الناس على الهواء. ولو حد سألنا مش هرد. لو عارف اقول عارف، مش عارف اقول مش عارف. وفاكر برضه بتقول ايه؟ كتب وحويح، جمع وحي وحويح. وحويح؟ لا يعني دي كانت من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن الناس كانت اتلخبطت فيها شويه. بعض الاسئله اللي جت والناس عطلت فيها يعني. بالظبط كده. ويمكن برضو كمان برضه كان في 2018 في طلاب كليه حقوق في جامعه دمشق، كان ساعتها عن اصابه محمد صلاح لما اتصاب في كتفه. كان من راموس ساعتها صح؟ مظبوط كده، طبعا كوره فظيعه في الكوره اي. والمهم ساعتها ان السؤال جه في الامتحان لطلبه كليه حقوق، وهي ايه هي الحالات القانونيه اللي بيسمح فيها باستخدام العنف في الرياضه؟ فساعتها الناس عيطت له كده، ويا ترى اللي كتب السؤال ده هل هو بيشجع الفريق الثاني، ولا هل هو مع فكره انه صلاح اتخبط او اتصاب، او يعني الناس ما بقتش فاهمه والمفروض ان هم يجاوبوا ازاي؟ دي كان برضو سؤال غريب جدا يعني. طبعا غريب بالنسبه ان واحد ممكن يحط سؤال يعني، وبالاخص في القانون يعني، بس يربطه لك بحاجه انت ممكن بتحبها، ان انت عارف ان انت حتى لو يعني محمد صلاح مصري او كل حاجه، بس هو فخر العرب يعني، كل العرب بيحبوا محمد صلاح وعارفين قيمته الفنيه، ولما اتصاب كلنا زعلنا عليه يعني، وكنا كمان داخلين كاس عالم، فالموضوع كان بالنسبه لنا مش ناقصه خالص اي حاجه. فلما يجيب لك سؤال مرتبط بحد انت بتحبه في القانون، لا برضو الدكتور هنا برنس. لا يعني تقيل. هو عارف بيلاعب الطلبه ازاي بتوعه، او عارف ازاي يخليهم يفكروا من ناحيه ان هو لا فعلا ممكن في اصابات ملاعب، هل ليها يعني شان قانوني انك ممكن ترفع على حد قضيه مثلا لو عورك، او لو حد اصابك، او لو حد كسرك مثلا، ولا هي كلها في الاطار القانوني اللي ما ينفعش فيها تعويض مثلا؟ ايوه صح. معانا مروه. الو. يا مروه. ايوه اهلا، عاملين ايه؟ الو اهلا. الحمد لله، ازيك يا مروه؟ الحمد لله كويسه. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. مروه فاكره ايه اغرب سؤال اتسالتيه سواء في الحياه بشكل عام او في الامتحانات؟ فاكره في الامتحانات ايه بقى؟ كان جاي لنا باين في امتحان الثانويه العامه جمع كلمه وحي. لسه كنا بنقول انت دفعه 2013؟ اوكي. دي كانت صعبه بالنسبه لكم كلكم صح؟ بس انا يعني انا كتبتها كده يعني، قمت حليتيها نفس الكلمه تاني. حليتيها؟ كتبت نفس الكلمه. كتبتيها وحي زي ما هي؟ ما شكلتيهاش يعني؟ لا 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 تمشي تعدي. استسكيتي. طب قولي لي انت في الحياه بشكل عام كده، لما حد ممكن يسالك سؤال وانت مش عارفه اجابته بتتصرفي ازاي؟ هل من الاشخاص اللي بتحاول تجود، ولا بتقولي ما اعرفش؟ لا بقول ما اعرفش، لو حاجه ما اعرفهاش يبقى ما اعرفش. برافو عليكي. يعني ما فيش بقى حته ايه ان انا ازاي ما اعرفش السؤال ده، اللي هو لو انا في وسط اصحابي لو حد سالني
فانا يبقى شكلي وحش فلازم اجاوب حتى لو هفتي، ولا ما عندكيش الجزئيه دي؟ لا هي مش موجوده بصراحه عندي لان هي مش صح. صح، برافو عليك. بس هي منتشره قوي برضه، خلي بالك يا مروه. ليه يعني منتشره قوي؟ يعني نادر قوي ما تلاقي حد ممكن يقول لك ما اعرفش، دي عارفه يعني مش موجوده كتير. لا ما انا ما بحبش اللي بيفتخ. مروه راحت مننا. مروه راحت، شكرا يا مروه. بس نوره بجد انا بتضايق يعني، من اكتر الحاجات اللي بتعصبني ان انا اكون قاعده مع بني ادم لازم بقى هو ما عندوش اي معلومه وطول الوقت هو عارف كل، يعني فعلا ما بيقولش سقراط هو مثلا. سقراط بس على الاقل سقراط كان فيه علم. لا هو احنا بنقولها يعني هو طبعا هي المفروض احنا بنقول يعني احنا بنقول بالطريقه غلط يعني. فيلسوف عصرك بقى اللي هو الحاجات دي كلها. فبتلاقي ان انت مع الوقت انت عارف ان اللي قدامك هو طول الوقت فعلا بيفتي وطول الوقت ما بيقولش حاجه صح، فمع الوقت انت بتفقد الثقه في كل كلمه هو بيقولها، لان انت ما بتبقاش عارف يعني هو انت امتى بتتكلم صح وعندك المعلومه ومتاكد منها، ومره تانية انت مش فاهم يعني عندك ما عندكش المعقول ما اعرفش عادي. طب هي الناس بتاخد ده ايه يعني؟ لو انا مش عارف هل مثلا هو بيفكر او انا بفكر مثلا ان ده هيقل من شأني مثلا قدامه، ولا بيبقى ايه وجهه نظر كل واحد ممكن لازم يحط الحبكه بتاعته في الموضوع؟ بصي مش عارفه، بس هو ممكن جزء زي ما انت قلت ان هو ما يبانش قدام الناس ان هو مش عارف، ممكن تبقى معلومه عدت قصاده بالغلط، ممكن هو مصدر معلوماته نفسه مش ان هو بيقرا او بيثقف نفسه، ممكن يكون اساسا قاعد مع ناس اجهل منه فبيقولوا كلام فهو بيقول الكلام وراهم من غير ما يدور ورا المعلومه. فيعني ممكن يكون ليها اسباب كتير، بس انا بحس يعني مش عارفه يعني انا من الناس اللي بتركز، عارف اللي هو قال من ولا في ولا يعني عارف اللي هو قال لك فين بالظبط؟ مش عارفه. لا مش قصدي كده، قصدي ان انا بركز في الكلمات جدا 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 اللي هو طبعا. انت قلت لي انا مبسوط ولا انا مبسوط جدا، فاهم حاجه؟ فانا بالنسبه لي انه اي كلمه الشخص اللي قدامي بيقولها لا انت لازم تكون متاكد منها 100%. طيب بصوا يعني نفسي يبقى في تليفون معانا عشان برضو ايه نلعب مع بعض كده على الهواء. كان برضو في 2017 كان في سؤال في ثانويه عامه متهيألي في اللغه الانجليزيه، كان بيقول ان في واحد يعني وقع من على سلم، فالمهم ايه، فلما وقع من على سلم ففي 20 عين شافته، فقال لك السؤال ايه بقى؟ قال لك كم عدد الاشخاص اللي شافوه او راوه يعني؟ فاحنا هنا بقى ايه السؤال ده برضو يعني هو ممكن حد يسمعه يقول لك هو ايه ده سهل قوي يا عم، ده الموضوع حلو قوي، وممكن حد يقول لك ده صعب قوي، بس نركز شويه. هو هنا في كام عين المفروض شافته من طب ما هو من الاشخاص يعني هو البديهي انه الناس هتقول مثلا ان هم 10 باعتبار انه ادي عين وادي عين، هم 20 شخص يعني 20 عين فيبقى 10 اشخاص، 10 اشخاص شافوه، وممكن يبقى في ناس ثانيه معلش تليفون. لا هو دول مش الاجابه على فكره. ليه؟ انا مش بقول انه دي الاجابه، انا بقول لك التفسير. ما اعرفش، لا انا فعليا ما اعرفش. في ناس ثانيه تقول لك طب ما هي كلمه عين بتطلق على الاثنين يعني الاثنين عين بالنسبه لي، فهم ممكن برضو يبقوا 20 شخص باعتبار ان هم 20 عين. ايه الاجابه بقى؟ انا مش عارفه. بس هو هنا حدد ان هي 20 عين. يسرى قولي لي الاجابه لو سمحتي. هو هنا حدد ان هي 20 عين صح؟ اوكي ماشي. يعني هو هنا حدد في الاول، سؤاله كان واضح ان هو حدد 20 عين مش 20 شخص. طب ما تفرق. هو عشان بيسال عن الشخص يا ابني. لا هنا تفرق. لا هنا بيسأل عن كام شخص شافوه. يبقى هنا كام شخص؟ في 20 عين. يبقى كام؟ يبقوا كام شخص؟ يبقى 10 اشخاص. ما انا مش عايزه اجاوب دلوقتي. ممكن يبقوا 20. ماشي اوكي. ممكن يبقى ما هو كيف 20 او 10، اللي عنده المعلومه بقى يكلمنا يقول لنا بالظبط. طب معانا تليفون، معانا مين يا اسره؟ منى. معانا منى، يا منى. الو، ازيك يا منى؟ ازيك يا فاروق؟ اخبارك انت ايه؟ كويسه الحمد لله. انت عاملين ايه؟ كله 100 100. بصي استنى نسالها سؤال. ايوه نسالك السؤال يا منى اللي احنا محتارين فيه دلوقتي. شخص وقع من على السلم شافته 20 عين، يبقى كام شخص شافه؟ 10. ليه؟ عشان كل شخص عنده عينين. طب ما انت ممكن بتقولي عيني وجعاني او عين وجعان، يعني فاهمه حاجه انه بتطلق على الاثنين. احنا ممكن نخلي العينين الاثنين في شخص واحد يعني. لا ما هي كل شخص عنده اثنين، حتى لو انا قلت مجازا عيني فهي عينين. انا عندي جواب نهائي. ده اللي عنده عين واحده ده يبقى يا منى جواب نهائي. ايوه جواب نهائي. اكيد اكيد. معاكي وسائل مساعده؟ لا اكيد. أكيد؟ أيوه خلاص. أنت كسبتي معانا. كسبتي معانا، مضطرين نقول لك باي باي. معاكي بقى. نورتينا جدا. شكرا جدا ليكي يا منى، نورتينا جدا.
والله حلو الحاجات دي. اه ظريفه كده، عايزين منها كل يوم الحاجات خفيفة دي، خفيفه لطيفه كده. حبينا ان احنا نلعب معاكم وندردش معاكم كده عن اغرب سؤال اتسالته. كان نفسي الحق ان انا اسالك يا فاروق، بس يلا مش مشكله. لا، كان في سؤال اللي هو بتاع المنهج ده، اسليل اللي هو اللي هو نتائج اللي هو رحيل الحمله الفرنسيه عن مصر. اسليل يا عرب، مش هنلحق. لا مش هنلحق. انا كان نفسي ان انا كان نفسي ان انا اقول لكم والله السؤال الصعب ده، بس مش هنلحق. طيب احنا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى يكون منورنا هنا في الاستوديو مهندسه مصريه بتصمم ناطحه سحاب بطنطا. خليكم معانا. بصوا يا جماعه، يمكن من واحنا صغيرين كل واحد فينا بيكتشف موهبته رايحه في اي اتجاه. النهارده ضيفتنا اللي معانا ومن وهي عندها 13 سنه ما شاء الله هي موهوبه في التصميم، وهي كانت كده ايه مؤشر ان هي تكون مهندسه معماريه، لانها قررت بقى ان هي تعمل اول تصميم او اول لوجو لاحدى الشركات المعروفه للمنتجات الالبان. يعني كان في التوقيت ده بيطلبوا من الناس كلها ان هم يعملوا افضل ديزاين او افضل شكل ان هم هياخدوه، ويبقى هو ده المنتج اللي المفروض يعني هيتباع عليه العلامه دي. وما شاء الله نجحت في القصه دي والاختبار ده، وده كان اول اختبار ليها. وبعد كده استمرت بقى المسيره بتاعتها الحمد لله في حبها للهندسه وللشكل المعماري، وفعلا قررت بقى من وقتها ان هي تدخل مجال الهندسه، وكمان بقت هي اول واصغر مهندسه تعمل تصميم لاول ناطحه سحاب موجوده في طنطا، بتضم يعني ثلاث حضارات مختلفه وهنعرف منها بشكل مفصل. ومش كده بس، كمان دي اخذت اكتر من جايزه محليه وكمان عالميه. النهارده منورنا في الاستوديو المهندسه اريج بدر الدين. ازيك اريج؟ الحمد لله. اخبارك يا باشمهندس؟ الحمد لله. الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. طيب اريج، في البدايه كده حبك للتصميم من 13 سنه، اكتشفتي الموضوع ازاي؟ وكان بادئ معاكي مثلا الاول بالرسم ولا ايه اللي حصل؟ وانا صغيره قوي، من وانا عندي 4 سنين كنت بحب الرسم جدا. يعني كنت حتى اهلي كانوا ملفت ليهم ان انا ازاي برسم كده وانا صغيره، حتى الكرتونز اقعد اقلدها بالظبط وارسم زيها بالظبط واعملها تيبكال. يعني برضو بعد كده الموضوع بدا يتطور معايا، ان انا اي صوره مثلا قدامي في ورقه او كده لمعمار الرسم مبنى معماري يعني ارسمه هو بالظبط. فحسوا لا، انا بداوا يدخلوني كورسات، اروح اماكن كتير اتدرب واتعلم الرسم، فده حببني قوي ان انا لا لازم اخش حاجه ليها علاقه بالرسم والعماره. وبداتي بقى مسيرتك دخلتي هندسه. ايوه، انه لا ليه ما دخلتيش مثلا تربيه فنيه او فنون علشان جميله؟ علشان حبي للمباني والتفاصيل، يعني كنت اركز قوي ايه ده الشباك ده معمول كذا، ده الزخارف بتاعه الباب معرفش ازاي. كنت اقعد اركز، وطبعا عشان الاهرامات يعني كنت اقعد ازاي عملوها، ازاي عملوها لحد النهارده. برضو يعني شوف، احنا عارفين المعلومه بس برضو مجننانا. هي احنا اتخلينا لقيناها مثلا، ولا الفضائيين ده نزلوا عملوا؟ عارف الاسئله دي الشائعه طول الوقت اقعد افكر فيها، ايه ده ازاي اتعمل ده؟ طبعا حاجه مبهره للعالم كله، يعني خلينا كلنا نقعد نفكر. يعني فلفت انتباهك المعمار بشكل او عين. الشكل الجميل لكل الحضارات بقى. ودخلتي هندسه. بالظبط. طيب ايه اول بقى يعني مشروع انت عملتيه، او كان مشروع تخرجك على ما اعتقد يعني اللي انت شاركتي بيه في مسابقه عالميه؟ مزبوط. كان عباره عن ايه وايه فكرته؟ المشروع اسمه ذا سيكريت اوف ايجيبت. كنت حابه اعمل حاجه تجذب السياح لمصر، فعملت المشروع مقسم لجزئين، جزء سكاي سكريبر وجزء متحفي ثقافي. متحفي الثقافي المتحفي ده بيشرح الحضارات وتاريخ مصر وايه اللي حصل في مصر، وكل الحضارات بقى من فرعوني الاسلامي لقبطي. وفي مسرح بيشرح، يعني بقى الناس تروح هناك تتفرج ايه اللي حصل هناك، ايه التاريخ مصر يعني. والجزء الثاني سكاي سكريبر، جواه مول من تحت وفوق ناطحه السحاب دي تبقى اوتيل للسياح نفسهم يجي يتفرجوا ويشوفوا ايه المختلف ويشوفوا الفيو بتاع طنطا من فوق. اوكي. حلو ده برضه. حلو جدا. هو معانا على الهوا صح؟ هو ده، بص كده اهو قدامك اهو، بص يا قريب. اوكي، دي فكرته. ناطحه السحاب حلو قوي. والقاعات هو اورجانيك الستايل بتاعه أبو. حلو. طيب يعني احنا نقدر نقول انه الحاجات دي كلها كانت حاجات لسه على الورق. دلوقتي انت بتصممي المفروض انه ناطحه سحاب، واخترتي مكانها انها تبقى موجوده في طنطا، وبتمسك 3 حضارات. احكي لنا بقى الموضوع جه معاكي ازاي وايه اللي حصل؟ هو انا من اول سنه دخلت فيها الجامعه بفكر في مشروع التخرج. يعني انا فعلا كان نفسي اعمل حاجه في مختلفه مبهره ليها دعوه بالتاريخ والحضارات، لان كنت بحب التاريخ قوي والحضاره جدا. فكنت بقرا كتير جدا عن الحضاره الفرعونيه والاسلاميه، فده خلاني لا طب ما ليه ما تعمليش حاجه ليها علاقه بكده.
بالحضارات. اثر فيكي؟ اثر فيا جدا. ففعلا بدات اللي هو بقى امسك ده في المشروع التخرج، وجيت على السنه الخامسه يعني ان انا لا انا لازم اعمل حاجه ليها دعوه بتاريخ مصر. اوكي. واخترت المكان ان هو يبقى طنطا يعني فيها. اشمعنى طنطا بقى؟ ان الفكره ان طنطا تعتبر هي وسط الدلتا دي اول حاجه، وهي عاصمه الغربيه. طنطا كمان كانت على مدار العصور مدينه مهمه على مدار العصور والتاريخ، وفيها سبيل علي بيك، وفيها مسجد السيد البدوي، فيها كمان طنطا فيها متحف الاثار، وما لهاش سكوب كبير يعني. وعاوزه اثبت إن يعني عاوزه اقول ان كل مدن مصر جميله، مش لازم سكوب على حاجه معينه، لا ده ممكن نروح حاجات كتيره وتبقى مصدر للسياحه وجذب الناس. وايه يعني الثلاث حضارات اللي انت مسكتيهم؟ الحضاره الفرعونيه والاسلاميه والقبطيه. حلوة. الحضارات اللي مرت بيها ان انت حتى اول ما تخشي المشروع نفسه تخشي على الحضاره الفرعونيه، بعدين القبطيه، بعدين الاسلاميه. تتخش يعني وكل بقى حضاره من جوه لا التفاصيل بتاعت كل حضاره باختلافها. بس مش شايفه ان الموضوع برضو قريش صعب شويه انك تعملي مزج ما بين ثلاث حضارات كبار بالشكل ده؟ هو فعلا الموضوع برضو على ما اعتقد ما كانش بالسهوله اللي احنا ممكن متخيلينها قوي دي. طبعا لان انا يعني في الاول طبعا الدكاتره قالوا لي يعني حتى الدكاتره كانوا لا طب ليه قريش لما تختاري حضاره واحده بالزبط. استخدمي حاجه واحده ليه تختاري الثلاثه؟ بس انا كنت حابه لا احكي تاريخ مصر، انا شايفه ما شاء يعني مصر فيها تاريخ كبير، فليه ما احطش ده في المشروع يعني. حلوة. كله ان تحكي قصه مصر كلها. طب انت في تصميماتك عامه متاثره بحضاره معينه؟ متاثره قوي طبعا بالحضاره الفرعونيه. من وانا صغيره سافرت الاقصر واسوان، وكنت هناك ازاي المعابد والزخارف اللي هناك والالوان، وازاي لسه في الوان لغايه كده موجوده هناك. يعني الالوان حتى الزخارف كلها موجوده، النقوش، المسله، التماثيل ازاي معموله كده، الاحترافيه دي. وكان التوقيت ده ما كانش فيه الامكانيات ولا التكنولوجيا اللي هي اللي موجوده دلوقتي. بالظبط. فده بعض الصور هي ليكي. انا كمان بعمل تصاميم اثاث مستوحاه من مستوحاه برضو من الحضاره الفرعونيه والاسلاميه، يعني باخد الرموز بتاعتهم واجرب في شكلها وكده واطلع منها. حلو جدا. نفسي قوي انها تتحط في الاوتيلات كحاجه مميزه. حلوة حاجة جداً. عظيمة جدا. بس هل انت عارفة معناها ايه كل حاجة من دول؟ موضحة معنا على الهوى هي يعني. يعني هما الوينج ده كان ليه دعوة بالإله عندهم، كانوا بيعتبروا ان الوينج ده كرسي الشمس. والوينج ده هو السماء. ان هي يعني زي مصدر الحماية ليهم. حلوة قوي. دي معلش دي كنبة دي ولا انا مش عارف. كنبة. حلوة قوي. يعني عظيمة يعني. انا عجبتني جدا. استانلي صح؟ بس دي تلاقيها غالية قوي دي. مثلا لا لا مش قوي، لا لا متاحة. طيب ريج، انت برضو شاركتي في مسابقة وفزتي فيها، ايه كانت المسابقة وتقدمتي ليها ازاي وكان ايه مشروعك برضو؟ انا يعني فزت وانا صغيره في مسابقه لوجو. لا وانت كبيره بقى. وانا كبيره بقى فزت بال يعني كنت دخلت مشروعي دخل من ضمن احسن مشاريع على العالم. حلو. علشان الفكره الجديده، علشان برضو جمع الحضارات. ده كان مسابقه ايه؟ مسابقه ارك فري اكس. اوكي. المشروع كان طبعا انا الحمد لله يعني كنت برضو من الاوائل وكنت شاطره في الديزاين وكده، فده خلى يعني السكوب يعني قلت للدكاتره مثلا ان هم ينفع اخش كذا واراسل ناس معينه. كنت بدور دايما على مسابقات ان انا احاول الاقي يعني، كنت حاطه في دماغي ان انا لازم مشروع التخرج اخش فيه كذا مسابقه. ودخلت مسابقات كتير الحقيقه يعني. طيب مش بس طيب وانا حتى بيهمك ايه وقتها في يعني انا على ما اتذكر كانت لسه من كام سنه مسابقه اللي هي الجبنه او احد المنتجات الالبانيه يعني اللي هي اللي عملوا اللوجو بتاعها والاحسن لوجو هنختاره هو اللي هيتباع بيه المنتج ده والكلام ده. هدفك ايه وقتها؟ انك تكسبي مثلا جائزه نقديه ولا الموضوع ايه اللي في دماغك وقتها؟ تثبتي ايه؟ لا هو الغريب ان اللوجو كمان كان ليه دعوه بالاهرامات يعني. اللوجو دخلت فيه الاهرامات وابو الهول يعني بتاثر بالحضاره الفرعونيه وعشان هو كان فيه رسم. تمام. ده اكتر حاجه. وطبعا كسبت جائزه ماليه واتكرمت يعني، ده كان بالنسبه لي حاجه ادت لي ثقه في نفسي يعني. حلو قوي. فده بقى لا خلاني عايزه اخش مسابقات تاني. ليه ما اخشش وانا كبيره؟ ممكن برضو نوع من ان انا عايزه اثبت ان لا مصر فيها حضاره. حضارتنا. ده يعني كنت متعلقه متميزه دايما وليها تاريخ. طيب برضو من خلال دراستك كده شايفه ايه اللي بيميز كل حضارة عن التانية في التصميمات أو المعمار؟
هو كل حضارة لا ليها تفاصيل مختلفة عن بعض. يعني مثلا الحضارة الإسلامية ليها العمارة بقى الإسلامية نفسها ليها الأرشز مثلا بتاعتها، الأبب، شكل المنابر مختلف، في كمان مشربيات مثلا بيركزوا قوي في حاجات الحرف اللي هي يعني مثلا بالخشب، بيعملوا اشكال معينه بالخشب بالذات في الاسلام. بالظبط في الاسلامك. اما بالنسبه بقى للفرعوني ففي زخارف كانوا بيركزوا قوي في النحت والتفاصيل والتماثيل والاعمده، كان كلها مختلفه. فكل حضاره ليها اختلافها وليها تفاصيلها المميزه عن بعضها. يعني الحضاره الحلوه الجميله اللي دايما ليها طبع وشكلها. طيب انا عايز اعرف منك، هل ده دلوقتي مطلوب؟ يعني هل بتلاقي بعض الناس دلوقتي بتطلب منك ان احنا عايزين شويه النقاشات اللي موجوده على الحضاره من الحضاره الفرعونيه نقتبسها نحطها في بعض الاساس في البيت عندنا والكلام ده، او الدمج حتى مثلا؟ هو ده جديد شويه. جديد يعني حاولت ان هو يبقى بشكل مودرن، بشكل حاجه عصريه بمواد عصريه، ان هو ما يبقاش حاجه لا انا حاسه ان ده حاجه قديمه، لا ده حاجه جديده ينفع تتحط دلوقتي بشكل ملفت ويبقى لذيذ، يعني يبقى حلو مودرن يعني. ما يبقاش كده بس. طب ده بيتعارض مع فكرة المودرن؟ يعني لما أنا أخد مثلا حاجة قديمة أو حضارة قديمة وأعملها بشكل مودرن، هل ده بيقلل من قيمة الحاجة الحضارية دي، ولا أنه لا أنا بس بعمل حاجة مناسبة للعصر؟ لا بالظبط، حاجة مناسبة للعصر دلوقتي، أنها تبقى حاجة سيتبل في أي مكان، في بيتي، في أوتيل، يعني تبقى برضو وفي نفس الوقت بشرح الحاجة الطراز أو الرمز ده بشكل جديد. حلوة قوي. طب انت المشروع بتاعك ده اخدتي فيه وقت قد ايه علشان تصمميه وتخلصيه؟ هو انا مفكر فيه من اول سنه في الجامعه. يعني ده اكتر حاجه قعدت فيه كتير جدا بفكر فيه. طبعا تنفيذ تقريبا قعد سنه، ان انا بفكر لا كل شويه اطور على الفكره، اقرر مثلا اعمل حضاره واحده، لا بعد كده لا اقول هاخد كذا حضاره، هاخد اشوف التاريخ واقرا فيه واشوف هعمل اني جزء. لا قعدت كتير جدا يعني سنه بدرس كمان المواد، يعني انا استخدم مواد فيها سستينابيلتي، فيها استدامه، ان انا احط يعني جوه يبقى فيها مواد من الطبيعه نفسها، يبقى فيه مثلا روف جاردن مثلا، استخدم حاجه فيها زرع كتير، لاندسكيب كده. انت بتميلي للفراعنه، انت رايحه لكل حاجه، لان الحضاره الفرعونيه او الفراعنه هم من اسسوا فن العماره. صح كده مظبوط. فانت متاثره جدا بيهم، انت شايفه ان هم اكتر ناس يعني هم بيلهموكي او بيدوكي الحاجه اللي انت حاسه فيها بشغف او بحبك للهندسه بالاخص يعني. مظبوط. طيب معلش برضه هرجع معاكي جزئيه ناطحه السحاب. ناطحه السحاب اكيد طبعا شيء محترم جدا ومشروع قيم جدا، بس شايفه ان هو على ارض الواقع ممكن يتنفذ في طنطا؟ طبعا ممكن يتنفذ، لان هو انا برضو في فكره، يعني زي مثلا فرانك جيري المعماري كان عمل جوجنهايم ميوزيوم. جوجنهايم ده عمله من التيتانيوم، عمله في مدينه في سبين، في مدينه ما كانش بيجيها ناس خالص، هي مدينه صيد، فعمل هناك الميوزيوم ده علشان يشد انتباه الناس وتيجي تبقى المدينه دي بقت سياحيه. فانا ليه ما اخليش طنطا برضو جزء منها يبقى سياحي والناس تيجي فالتاور هيشد الناس، ان هو مختلف. ايه ده تاور في طنطا؟ هو بالظبط زي ما انا قلت. طب محتاجين ايه عشان يتنافس؟ محتاجين امكانيات، ممكن معدات عمال برضو بروفيشنال شويه، بس يعني بس عادي ممكن يتنفس عادي يعني. حلوه قوي. طيب المسابقه برضو اللي انت شاركتي فيها دي، احكي لي كده عن الحاجات اللي كانت مشاركه من دول تانية، ابرز المشروعات يعني، وكان برضو فكرتهم ايه؟ في من امريكا، في برضه من روسيا. مين اكتر حد كان منافس ليك؟ انت شايفه انه هو منافس؟ هو كل واحد ليه فكره وليه حاجه مختلفه يعني. كل فعلا في ناس كان معتمدين قوي على بس فكره ان هو لازم المشروع يبقى بس يعني مش مكلف، يبقى كله من مواد طبيعيه، فده برضو اتجاه للعماره دلوقتي ان المواد نفسها تبقى مش مكلفه. ده برضو كان منافس كبير قوي. برضو امريكا عندهم اختراعات كتير بس هم كتير. عندهم الشكل المعماري محدد. المعماري يعني هو مختلف عننا بشكل كبير قوي يعني. احنا في حته وهم في حته، وهم يمكن ده ابتدى يتطبق على ارض الواقع دلوقتي، يمكن هنشوف العاصمه الاداريه الجديده.
وفي بعض الولايات في امريكا يمكن هم مش بيستخدموا العماره اللي هي الطبيعيه بتاعتنا او ناطحات الساحات، بيستخدموا شكل البيوت الخشبيه او اللي هي المسطحه يعني بشكل معين. ما هو عشان برضو طبيعه المناخ عندهم يعني، طبعا ده يعني بيعمل على حسب المناخ طبعا، فده بيغير شغل المبنى نفسه يعني. هناك بس هم برضو مهتمين ان يبقى المواد من المدينه، من يعني من هناك، من الطبيعه هناك يعني، مش ان هي تبقى اي مواد وخلاص، وما تبقاش مواد صناعيه كتير، تبقى كلها محافظه على البيئه. أوكي. وده حاجه مهمه في العماره دلوقتي كلها اكيد. طب ايه رد الفعل كان على مشروعك ده؟ كان الاول الدكاتره يعني مش كلهم، اول لما انا قلت الفكره ان هم لا رحبوا، لا كان كله مثلا في اعتراض، يا ريج ركزي يعني اعملي حاجه احسن واحده، ما تعوزيش تعملي كذا حاجه كده. بس انا كنت مصممه لا، ان انا عايزه اعمل حاجه ليها دعوه بالتاريخ كله، وان انا ادمج الثلاث حضارات مع بعض. وطبعا عايزه اشكر دكاترتي كلهم، يعني اهلي طبعا كانوا سند ليا قوي، وطبعا ودكاترتي يعني دكاترتي ساعدوني كتير جدا، وكلهم وقفوا جنبي، في دكتور منى بسيوني، دكتور انجي شوكت، دكتور هاشم هاني، دكتور محمد محمود، دكتور محمد مصطفى، هشام عارف، لا في دكاتره كتير جدا يعني صندوق. دكتور مروه عباس، يعني كلهم، ما فيش حد بينجح لوحده. يعني هم فعلا كانوا وقفوا جنبي، جماعتي يعني فعلا الستاف كان حاجه جميله يعني. حلو قوي، ما فيش حد بينجح لوحده. هي الفكره كلها يعني هي دايره مشتركه ما بين بقى طلاب والدكاتره والمعيدين، ما بين كمان الحياه كلها. لو حصل مسانده وتكاتف في كل الحاجات اللي في حياتنا هننجح فيها جدا، والنجاح لنا كلنا. صح بالظبط. طيب اكيد بابا وماما في البيت يعني ليهم دور جد مهم جدا معاكي، وهم الاساس يعني ان انت الحمد لله بقيتي مهندسه قد الدنيا دلوقتي. كانوا بيعملوا معاكي ايه، وكانوا ازاي بيساعدوكي وبرضه بيسندوكي؟ هو الحقيقه فعلا اهم حاجه ان هم ركزوا وانا صغيره ان انا شاطره في الرسم، ان انا موهوبه في دي. صح. فان انا اخش كورسات من وانا صغيره، يتعرض لي لوح كتير في معارض كتير في مصر وانا صغيره، ده بالنسبه لي برضو ادالي ثقه. فده برضو بسبب اهلي طبعا. تمام. ان يخلوا يعني ما يقولوش لا مش هتعرف، لا كانوا دايما يقولوا لي لا انت هتعرفي، حتى وانا خايفه جدا في مشروع التخرج ولا ممكن دكاتره يرفضوا او كده، لا كانت مامتي مثلا تقول لي لا يا اريج انت عادي هخليكي واثقه. ايوه بالظبط كده. وبرضو طبعا اهلي كلهم يعني. وانا صراحه مثلي الاعلى كمان جدي يعني. جدي هو المهندس برضو. لا مهندس. فانا كنت عايزه اطلع زيه، كان نفسي اطلع زيه قوي. حلو قوي. طب دور جده دلوقتي معاكي ايه؟ لا هو طول الوقت بيساندني جدي يعني، يعني ده اهم شخص بالنسبه لي، ان هو فعلا طول الوقت بيساندني، يقول لي اريج لا بيساعدك في مشروعاتك، بيساعدك في باخد رايه طبعا. هو مهندس كهرباء بس. بس هو في نفس الوقت ليه طبعا نظره كبيره في مشاريعي، يقول لي اريج اعملي كذا تعمليش كذا، طول الوقت بيوجهني. دي حاجه ربنا يخليهم لك يا رب اريج باذن الله. طب اريج انت ايه حلمك يعني؟ ما شاء الله انت عملتي برضو انجازات كتيره ومختلفه وكلها يعني نجاحات بسم الله ما شاء الله. قولي نفسك في ايه الفتره اللي جايه تعملي ايه؟ هو نفسي ان مشروعي طبعا يتنفذ يعني، نفسي ده يحصل، وكمان نفسي ان هو ونفسي اشارك في المشاريع الكبيره في العاصمه الاداريه، وبرضو التصاميم بتاعت الاثاث انها تتعمل، ان طبعا ليها دعوه بالفراعنه والحضاره، ليه ما تتنفذش على ارض الواقع يعني. برضو يعني حابه كمان اكمل بقى دراسه، ان انا اعرف اكتر، ان انا ما اقفش عند هنا، لا اكمل دراستي واعرف اكتر ايه الحاجات الجديده في العماره، وصلوا لايه، بيستخدموا مواد ايه، ايه اللي مش مكلف، ايه المكلف كده. طبعا اكيد نفسي ادرس اكتر يعني، اعرف اكتر. تمام يا ريج، نورتينا جدا، وكل التوفيق ليكي، وان شاء الله يا رب تحققي كده كل حاجه انت نفسك فيها، وتفضلي تكملي دراسه، وفي نفس الوقت كل المشروعات اللي انت بتحلمي بيها تتنفذ على ارض الواقع. نورتينا جدا. متشكره جدا ليكم. شكرا جدا ليك يا ريج، نورتينا جدا. خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل عيش صح، وبعدها انبوكس في الكبسوله، خليكم معانا.